السلام عليكم، المهم دابا جبت سونيا غادي نعمل لكم واحد البلوكس اللي عندنا صراحة. غادي نمشي للكامنو باش نمشيو باش نتفرجوا ان شاء الله. غادي تبقاو معايا، هذه الانطلاقة ديالي ان شاء الله. اليوم غنمشي بالمترو، تقريبا هذه 3 سنين ولا 4 سنين ما طلعت في المترو، وغادي نمشي لان باغي نبدل شوية الجو. المهم غادي تبقاو معايا ان شاء الله. غادي نصوركم لعبة برشلونة مع نابولي. هذا هو التوقيت، جبت سونيا صافي نبقى شي ساعة ديال المكانة. المهم على الأقل نوصل نشوف برموطة ديالي، كاينة أنا وكاينين بربعة بينا. تشاو إيزاك. إذا غادي تبقاو معايا ومن بعد غادي نزيد نصوركم. اسكيرو موتشو. السلام عليكم، المهم دابا نزلت من المترو كويو بلونك كيما كتشوفو، هاهي كويو بلونك. عاد نزلت دابا غادي نمشي، غنمشي للملعب لو تيغان إن شاء الله، نحاول باش نصوركم القدر المستطاع. المهم بغيت نبدل الجو شويوش لان صراحه ايام فيها ضغط بزاف فيها، ولكن الحمد لله لنتعلم من المشاكل، لان الحياه بدون مشاكل ماشي حياه. يعني بعض الاحيان دائما كتصب شي حاجه في الطريق ديالك ولازم تخلق يعني اجواء باش الانسان يتكلم. كنسجلكم كنشوفو ديريكسيون. إذا غادي تبقاو معايا باش غادي نسجلكم اللي غادي نوصل. كنشكركم بزاف. أجي إسحاق معايا، أجي معايا، أجي معايا، أجي معايا إسحاق، غادي يجي معايا حتى هو. من بعد إذا نكملو إن شاء الله التسجيل، غادي تبقاو معايا إن شاء الله. السلام عليكم. سلام سلام، دوشنا ماشيين عندنا مكان باش ندخلو، ما نقدرش نعوض بزاف لان الناس بزاف. السلام عليكم، دابا غادي نبدا الفيديو، غادي نمشي نشوف الكرسي ومن بعد غادي نسجلكم ان شاء الله. غادي تبقاو معايا، كنبغيكم بزاف بزاف. سلام سلام سلام، الان هانتوما كتشوفوا غادي نجيكم دوار على الملعب بالمباشر. اذا اليوم كيلعب برشلونة وفريق برشلونة مع نابولي منتخب من ايطاليا. حنا حاضرين كاملين بينا بربعة بينا ان شاء الله، غنغوزوها مزيان مزيان مزيان، غنحاول نصوركم ان شاء الله الماتش ان شاء الله. بقاو معايا. كيما غنروي ماما؟ كيما غنروي؟ غنر البارسا، ستاموس اكي بور البارسا، يغاني البارسا. نابولي واحد والبارسا واحد، كملنا الماتش دابا غادي نمشيو نتعشاو ان شاء الله. هذا هو الكامب نو في برشلونة، نقدر نصوركم كامل من الباقي داخل الملعب. المهم الدنيا كانت عامرة ما شاء الله، كلشي بالمطع ديالو، كلشي منظم، كلشي غزال. الله يخلينا دائما هكذا بالنظام وبالانتظام وبالحب يعني وبالعطاء. الصراحة بالله تحية لكم، بقاو معايا.
تبقوا معايا باقي نسجلكم ان شاء الله. شكرا لك. تعادل برسا و نابولي فوز مهندسيان حبيناه بحقنا و الحمد لله نهار غزال اليوم غزال ما شاء الله ما شاء الله سعيد الله بيه.